فاتت كنا على دراية بأن كانوا الناس مبعوثين باش يخلقوا بلبلة في الجلسة وحتى الاعتداءات في الجلسة. قاموا بعض الأشخاص بخطاب عنصري عنيف لمصلحة الذين يريدون أن يغطوا مسؤولياتهم في التجاوزات وفي التعدي على القانون. فانتحهم وزملائي الأستاذ ويليام بوردون وفيليب بينينغ اتي بانيكي. Ils ont été agressés par des propos racistes, par des propos xénophobes. Bourdon, هو محامي أكثر من 30 فلسطيني من غزة ضد دولة إسرائيل أمام المجلس الدولي الجزائي. كان جدا يقدموا للمرافعات إن شاء الله.